السلام عليكم، سنة سعيدة، هابي نيو يير، بون اني، عيد اسماعيل ما العام الجين يكون زين ان شاء الله. اليوم ان شاء الله قصوبنا واحد حلوة بالنسبة لسنة سعيدة، سنة 2022. نتمنى تدخل عليكم الصحة والهنا وطول العمر. هذا ما كان، بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وندوزو. لا تنساوش ديما عافاكم تشتركوا في قناة خيال عصام، هاهي هنايا ديما سمايل عصام. ثانك يو سو ماتش. حي نصوبو اليوم حلوه ديال البوناني. البوناني كان سيباري وعندي خمسات البيضات، كنحيد الابيض على الصفر وكنعزلهم واحده مورا واحده. من بعد كنجيب الطراب ديالي، كنلوح واحد القريصه ديال الملح تقريبا شي 6 غرام، ومن بعد كنشد الطراب ديالي كيلا كتبدا ترغوي، وكنبدا نكب سنيده. عندي سنيده 190 غرام، شوفوا راه الباتيسري ميزانك ميزانك طياب عينك ميزانك، مي الباتيسري هاكا تبغي الميزان؟ لا الميزان سيدي الرط ما يكرط، تفرط طيح لاباراي. وكنبدا نضرب في الموران في الموران، كيطلع طقطق فم. ملي كيوجد عندي الموران كنحاول نزيد البيضات الصفرين، بيضه مورا بيضه، وكنخلطي بشويه. راهي الفيديو طويل تقريبا فيه شي 45 دقيقه عليها باش يجي بسرعه، ما انا راه كنخلطي بشويه. بعد كناخذ لافارين، لافارين عندي حتى هي 190 غرام. ايوا كناخذ واحد غريبي صغير باش ما تهبطيش محببه، كنحاول نقسمها على ثلاثة ديال المرات وخليطي وقليبي واش قليبي بلطف بلطف. هادي راه الحلوه، الحلوه كتبغي داكشي بلطف. انا راه كنهضر على الحلوه، قليل النيه ربي يخلصو. راه كنهضر على هاد الحلوه اللي كنصوب انا، هادي هي هادي بات جينواز، خصوصا الجينواز وتنأكد هادي بات جينواز. من بعد كنزيد لها شويه ديال الفانيلا وما الذك يا فانيلا، وقلبي واش قلبي بلطف بلطف ارجوكي بلطف. من بعد كناخذ بابي كويسون او ورق الزبده، وكنديروا له على القلب. القلب راه كندهنوا بزويته او الزبده، الزبده العاديه. بعد على لا كنقاد القالب، كنخوي فيه لاباراي 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 الى الفران. الفران ديجا سخون 180 درجه للعلاكه، معلكه معلم. من دخلها الفران نعطيها تقريبا واحد 45 دقيقه، وكنشعل الفران من التحت. من بعد كنصوبو الكناج، الكناج راه كنصوبها انا بالنوتيلا، فيها واحد المذاق يا سلام. هادي فيها 200 غرام تاع النوتيلا. من بعد النوتيلا كناخذ 200 غرام تاع الكريم فريش، وتنحرك كنحرك. ومن بعد مي كنحرك شويه هكذا كندخلها للثلاجة تبرد تقريبا واحد نص ساعه، وكنجبدها وكنزيد عليها نكمل على 200 غرام 300 غرام باش تولي 500 غرام. من بعد من كطيب الكيكه هي وجدات، تنحيدوا لها الملابس ديالها وكنخليها تروبوزا واحد الساعه باش تدراسها. من بعد كنصوب له كريم فريش. كريم فريش عندي هنايا 150 غرام، داير فيها 50 غرام ديال السكر باش تطلع كتولي بحال الثلج. هاد الثلج سيدي هذه راه الكريم فريش اللي نحتاجوها باش نصوبوا ديكوريشن الحلويشن. اوكي من بعد كناخذ الحلوه ديالي، فينا ارى الحلوه سيدي. كنقسم الحلوه على جوج وكنسقيها بالحليب. ها الحليب اسيدي، كاين شي ناس تيقول لك راه الحليب كيجي كيحمضها، راه ما كيحمض حتى حاجه، راه كتبقى حتى 3 ايام في الثلاجه وكناكلها وكتجي بنينه بنينه بنينه. رش اسيدي رش بالحليب، ما عندكش الحليب صوب السيرو، السيرو راه هو الماء والسكر، هذا اللي عندي راه الحليب في قرعه. من بعد كناخذ الجبنه، هذا راه فرماز بيض سميتو اللبنه، هنا عندهم سميينو اللبنة او اللبنة، هذه هي السميه اللي طالقين عليه. من بعد كنزيد فوقو الكناش، الكناش راه ما طالعش مزيان، خليته شويه ناقص، مازال شويه خصو يطرب باش يطلع. من بعد كنحط الكناش ديالي، هذا الكوش الاول كيجي بحال فيه ماسك، كيجي بحال شكل باط ديال السكر، وكندير الثلاجه يرتاح واحد الساعه، وكنجيبو كنعاود له الماكياج الثاني الوجه الثاني. شوف دابا انت مول الخير الكناش كي راه واجد، هو طالع عاقل، هذا الوجه الثاني كنصوب الوجه الثاني، وكنعاود قاد الماكياج، كنقاد لها لي فاراجو، كنقاد لها لي لونتي العوينه الدور دور وترجع الماك دور وهكذا. من بعد كتدخل للثلاجه،
وكترتاح واحد الساعة وجانبي ما كتشد لا كريم راسها. هذه هي الخدمة، تبعني بالتالي التالي. من بعد كناخذ الجيلاتين، كناخذ مقيلة كندير فيها شوية ديال الماء، هذه راه ديجا وقت. هذا جيلاتين بيض ولاح فيه جوج معلقات تقريبا 50 غرام تاع الكوفيتير تاع الفريز اللي جات حمراء. كناخذ الكريم فريش البيضة ديالي كنصور بها سيركل باش من بعد كنخوي هذيك جيلاتين الحمراء بمذاق الفراولة وكنخويها وكنعمر. بعد سيدي مني كنتعمر عندي هنا الفواكه الطرية، هذا اللي عندي خضر سميتو الكيوي. الكيوي يا سيدي راه كيلو وردة، وردة وزردة، هذاك العليق او كاين اللي كيقولو ستروبيري كولا وشنو كيسميه، داك الاحمر الفرونفواز والاحمر اللي حدا عنيبات. وهذا ريقات هذا راه توت اسياوي، تا هو من العائلة ديال التوت. التوت الحلوة والتوت ناقصنا هي البلوتوت. من بعد كناخذ الفريز الفراولة او الفريز وكندور على الحلوة ديالي. بعد من كنسالي من الفراولة كناخد قيوتات كعيكعات، هاد الكعيكعات اللي عندي تا مول خير سميتو الكازو. هذا الكازو ادور لي الكازو، هذا اللي كندير في الجنب دابا هو الجوز الهندي او الكوكو. بعد من كنسالي الكوكو كناخد المكسرات ديالي وكنقد وحيدة مورا وحيدة وبالصحة والراحة. وش هي طيبة، كان معاكم الشيف عصام من قايل خيال في اليوتيوب. ها هو ليليان تخلي عندي سنة سعيدة باش تتمنى ويا ربي تهز علينا هاد الوباء. وتحية خاصة لخوتنا اللي بغاو ياكلوا لنا كرواسة. إلى اللقاء يا أصدقاء.